وليد، في كلام عن عودة أستاذ كامل أبو علي يكون رئيسا للنادي المصري في الانتخابات القادمة، وأعتقد عودته هتبقى عودة قوية جدا، لأن احنا عايزين رجال أعمال قادرين على إن هم يعني مع الأندية الشعبية زي النادي المصري. النادي المصري مشكلته الفلوس. كل الأندية الشعبية، كل الأندية الشعبية مشكلتها هي الدعم وتوفير الدعم المادي في ظل العقود اللعيبة بالظبط. بس كامل ابو علي كان عامل طفره ما كان ماسك المصري، يعني كان عامل طفره وعامل فرقه كويسه، وكانت اللعيبه كلها عايزه تروح تمضي في المصري، انا فاكر، فاهم قصدي؟ فاعتقد وجوده وترشحه انه يكون الرئاسة. رئيس النادي المصري هيكون شيء ايجابي جدا لبورسعيد وللنادي المصري. بالتأكيد هو الأستاذ كامل علي شخصية ناجحة صحيح، في المجال بتاعه، سياحية في كمان، مجاله بالظبط كده، مجال السياحة. وهو بيعشق كرة القدم وبيعشق بورسعيد بالتحديد، فطبعا وجوده إضافة. بس يعني ما نقدرش نقفل المجال على اسم واحد اللي شايف نفسه قادر ان هو يخدم النادي المصري اعتقد لو يكون كامل ابو موجود في علي السوق نزل يعني. ما اعتقدش ما حدش هيكسب بتسكية، اعتقد يعني ما حدش هيخش قدامه، اعتقد انه هيكسب بالتزكية. انا لان قصدي يا خالد ان احنا ندي فرصة لاسماء تانية لو حابة انها تكون موجودة تخدم النادي المصري تكون موجودة، يعني ما نقفلش بص، الموضوع على اسم واحد المرحلة يعني. اللي انا شايفها دي، انا يعني انا ما طرح اسم كامل ابو علي ولقيت ان هو عنده الرغبة، لانه ما كانش عنده الرغبة قبل كده، لا انا سعيد جدا، واعتقد هو الانسب دلوقتي والافضل للمصري والجمهور المصري ولبورسعيد يعني ولتطوير وجود الكورة. شخصيات زي كامل ابو علي في المصري، زي محمد مصلحي في الاتحاد، اكيد بالتاكيد مع الانديه الجماهيريه دي بيبقى اكيد ليهم دور ودعم في صحيح دعم فريق الكوره اكيد. صحيح.